في لحظه يعني من كلامك فهمت انه لحظه انتهاء علاقتك بالنادي الاهلي كان في يعني كانت في توقيت انت شايفه في ظلم ليك او في يعني ضغط عليك، ما حاولتش تحارب عشان يعني تستمر؟ ما حاولتش مع النادي الاهلي؟ يعني حضرتك عارف انه النادي الاهلي خلاص مجرد ما خلاص يعني ما فيش تعاقد او انت مش موجود. اللي فهمته من كلامك انه الاداره الفنيه اللي كانت موجوده في التوقيت ده كانت مقتنعه بيك وعايزاك تكمل لما غيرت تقرير الاداره الفنيه. تقرير كمان مستر ايان هاريس وقتها انه انا متواجد مع الفريق الموسم القادم ويجب التعاقد معايا خلاص، ولكن يعني الاداره الفنيه اللي جت كان مين مستر هولمان؟ اعتقد كان مستر هولمان بعدها راينر هولمان وكان في الاداره كان مدير الكره اعتقد اللي جه كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت هو اللي كان شغال عليه. فيعني كان خلاص انت عارف مجرد ما بينتهي مش عمر علاقتنا بالنادي الاهلي ما بتنتهي، ولكن بس طبعًا. انت خلاص بترحل بتشوف طريق تاني. يمكن الموسم ده اللي رحت فيه نادي الترسانه كان موسم محبط جدا، ما قدرتش احقق فيه حاجه. لك ان تتخيل انه في نادي زي الالومنيوم رغم يعني مع احترامي الكبير جدا ليهم، ولكن كان نادي لسه صغير وكان لسه صاعد، ولكن الحقيقه قدرت الحمد لله في الفتره قدرت ان استرجع قوايا مره تانية زي ما انت قلت بقى عندي الحافز. قدرت الحمد لله انافس على هداف الدوري من خلال فريق ضعيف زي فريق الالومنيوم، ولكن الحمد لله او اقل امكانيات كثيره من انديه كثيره يعني، وكانت فتره مهمه جدا. طيب خليني اتكلم، انت طبعا عندك مشوار طويل جدا ترسانه.